حسين فهمي التقى مع وسائل الإعلام في مؤتمر خاص بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية. كشف الكثير من الأسرار عن بداية مشواره ورأي وسائل الإعلام في تجربته. كاميرت ليالينا التقطت الكثير من التفاصيل لهذا المؤتمر. محمود حميدة قام بمداخلة خلال الندوة وتحدث فيها عن تاريخ حسين فهمي، وكشف عن أحد الكتب اللي تحدثت عن مشواره وحكى يعني إيه واحد يقول لواحد أصله فاكر نفسه حسين فهمي. إيه موضوع حسين فهمي؟ يعني إيه واحد يقول لواحد أصله فاكر نفسه حسين فهمي؟ ده أنا بسميه أثر تاريخ الشاشة في تاريخ الواقع. علق حسين فهمي بنفسه على هذه الجملة وروى موقف كوميدي مر فيه بنفسه في إحدى المرات. كتاب لسه محمود فهمي مش عارف كاتب عليه ايه. عارف لو طلع غير اللي انت بتقوله ده هدور عليك انت وهو. بيرفض حسين فهمي انه مشواره الفني قائم على وسامته مواصفاته الشكلية، وتحدث عن الكثير من المؤهلات اللي بيمتلكها ليصبح واحد من نجوم السينما. وانا اول ما ابتديت كانت الفكرة اللي هتبتدي تدخلني انا في اللي بيسموها البيجن بوكس ده، الصندوق. الواد حلوة ده جابوه من نادي الجزيرة، تعالى واد هات البدلة الحلوة وكرباطة لا، ما كانش ده هدفي. انا راجل دارس سينما وقعدت في معهد السينما 4 سنين، وبعدين بقيت استاذ او معيد، بعدين سافرت في بعثة وتعلمت في امريكا وخدت ماجستير ورجعت تاني ادرس في معهد السينما. يعني انا سينما عندي دراسة. المخرج الراحل يوسف شاهين كان واحد من اساتذته واصدقاء حسين فهمي، حاول انه يدعمه في البدايه كمخرج، لكن لفت انتباه رمسيس نجيب واختاره كممثل. كان استاذي وبعدين بقينا اصدقاء، وبيجي لي البيت واروح له البيت وبقينا اصحاب قوي، وسافرت ادرس في امريكا وكان على اتصال بيا. طبعا كان اياميها جوابات. بعدين قال لي انا اتفقت مع الدكتور عبد القادر حاتم، كان دكتور عبد القادر حاتم هو وزير الثقافه والاعلام، كانت وزاره واحده في الوقت ده، تعالى وهتخرج اول فيلم، اتفقنا على كده. فانا راجع اخرج اول فيلم ليه ومعايا سيناريو جاهز وكله، وهو كان عايزني انا اخرج الفيلم ده، يعني يوسف شاهين بيمثل وانا بخرج، وهو استاذي كان. فهنا التجربه ما بقتش موجوده اللي انا عايز اعملها، ان انا هخرج ليوسف شاهين. فبدوا يكلموني في هذه الفتره على فيلم كان بيعمله نور الشريف اسمه نار الشوق، ونور اعتذر او ما كانوش لاقيينه، كان راح سوريا مرتبط، عايزين يكملوا. فرمسيس نجيب عمل لي تيست وانا ما كنتش عايز. وانا في الفيلم بتاع يوسف شاهين كان فيه سعاد حسني، سعاد حسني عندها مشكله في العقد بتاعها، فيوسف شاهين قال لي روح صلح المشكله بتاعتها في المؤسسه. صلحت المشكله في العقد وراجع بالعقد اللي سعاد حسني بتعمل فيلم اسمه بئر الحرمان بالستوديو نحاس، فشافني رمسيس نجيب فقال لي اعمل تيست، فعملت التيست فخدوني امثل. وانا قلت تجربه ان انا امثل واقف قدام الشاشه والجمهور يشوفني وانا لسه مخرج. فشل حسين فهمي في تحقيق حلمه والعمل كمخرج سينمائي بعد تجربته الاولى في التمثيل. عايزني اخرج ولا منتج عايزني اخرج؟ ولا واحد كلمته كلهم وكانوا كلهم اصدقائي، ولا واحد عايزني كله لازم تمثل، لا احنا عايزين. وابتدوا اتعرض حسين فهمي في بداياته لهجوم كبير من الصحافة. أقول لكم حتة صغيرة جدا، اتهاجمت هجوم شديد جدا. أنا مفيش جورنال ما كانش بيشتمني، مفيش صحفي ما كانش بيهاجمني، وكلهم بقوا أصحابي بعد كده. مفيد فوزي كان أشد المعارضين لوجوده على الشاشة وانتقدوا في أغلب المقالات. ومفيد فوزي كل يوم، مفيد فوزي كان ليه كده باراجراف روزا اليوسف سطرين، حسين فهمي فنجال قهوة بارد في يوم سائع، حاجة كده يعني. تعرف طريقة مفيد فوزي بقى اللي انت تقعد تحللها اسبوع الاسبوع اللي بعديه. حسين فهمي ثلاجة 14 قدم ليها فريزر، بفريزر يعني، حاجة دم تقيل جدا يعني، يا ريت ما تشوفوش وشه. كونتينوس كده، كونتينوس يعني.